السلام عليكم يا حضرات، اهلا وسهلا بيكم. عندنا ان شاء الله كورس جديد هيبتدي خلال ايام باذن الله. الكورس الجديد ده بيتقسم على كذا شهر على كذا ليفل زي ما هبين لحضراتكم دلوقتي. بنستعد فيه للامتحانات بتاعه شهر 9 سبتمبر 2020، اكتوبر 2020، ديسمبر 2020 وامتحانات 2021 ان شاء الله. الكورس بتاعنا بيكون دايما فيه 4 شهور اساسيين. ليفل 1 بناخده في الشهر الأول، ليفل 2 بناخده في الشهر الثاني، ليفل 3 و4 مع بعض بناخدهم في الشهر الثالث، وليفل X بناخده في الشهر الرابع. بعد كده الطالب ممكن يكمل معانا في ليفل X جديد، لأن ليفل X ده مستمر طول السنة، لو حابب إن هو يحل معانا زيادة قبل امتحانه، أو ممكن يوقف ويرجع تاني قبل الامتحان للمراجعة، مفيش مشكلة. إنما الأساسي هم 4 شهور عندنا. Level 1, Level 2, Level 3 و 4 و Level X. في كل واحد من الليفلز دول بناخد جزء من المنهج بتاعنا. يعني Level 1 ما هواش الحاجات السهلة، و Level 4 ما هواش الحاجات الصعبة. الفكرة كلها ان انا عندي منهج، عندي مجموعة من الرولز، مجموعة من السكيلز، مجموعة من الهاكس، ومجموعة من البراكتس. كل ده بيتقسم على ال4 شهور. بناخد الربع الاولاني في Level 1، الربع التاني في Level 2، الربع التالت في Level 3 و 4، والربع الرابع في Level X. كل ما بنتقدم في الليفل أو في الشهر، كل ما الحل بتاعنا بيزيد والشرح بيقل شوية. فليفل 1 في أكتر شرح وأقل حل، ليفل 2 في شرح كتير وحل يعني أحسن أكتر شوية، ليفل 3 و 4 حل كتير وشرح أقل، ليفل X شرح قليل وحل كتير. إنما علشان خاطر الناس اللي داخلة امتحان سبتمبر أو امتحان أكتوبر، داخلين امتحان بدري، عملنا حاجة زيادة، إن في عندنا weekly practice class. ده بيكون شغال معانا كل اسبوع يوم الجمعة في level 1 وفي level 2 وفي level 3 و 4. يعني اول 3 شهور حضرتك اضافة للحصص العادية بتاعتنا اللي بنشرح فيها وبنحل فيها، هيبقى عندك حصة حل اضافية من level X متاخدة، حصة كاملة بنحل فيها امتحانات حقيقية كل يوم جمعة طول ما انت شغال معانا. يبقى حضرتك لو داخل امتحان سبتمبر هتخلص معايا ايه قبل امتحان سبتمبر؟ هتخلص معايا الاتي: هتخلص معايا ليفل 1 في شهر سبتمبر، قبل امتحان سبتمبر هتكون خلصت ليفل 1 كله ان شاء الله، هتخلص الشرح بتاعه، هتخلص الحل بتاعه، وهتاخد معاه 4 حصص او 5 حصص اضافيه فيهم حل اللي هم بتوع يوم الجمعه. طيب ليفل 2 هنخلصه مع بعض في شهر اكتوبر ان شاء الله، وبرضه هناخد 4 5 حصص زيادة فيهم حل في شهر أكتوبر. طب ليفل 3 و 4 هنخلصهم مع بعض بالتفصيل في شهر نوفمبر كله، وبرضه هناخد 4 أو 5 حصص إضافية بتوع حل. يبقى لو حضرتك داخل امتحان سبتمبر أو امتحان أكتوبر، هتكون مخلص معايا ليفل 1 بشرحه وحله، وكمان حالل معايا 4 حصص إضافية، وهعمل لك ريفيجن كمان، ما تقلقش لو داخل امتحان سبتمبر أو أكتوبر. طيب لو داخل امتحان ديسمبر، هتكون خلصت معايا ليفل 1 كله، ليفل 2 كله، وليفل 3 كله، وحالل معايا 12 ل 15 حصه حل اضافي بتوع يوم الجمعه دول، هتبقى مستعد جدا للامتحان ان شاء الله. وبعد كده تقدر تكمل معانا بقى ليفل اكس لو داخل امتحان بعد كده زي امتحان مارش او ماي، اتس اب تو يو ساعتها. اوكي سو ده كده يعني اختصار الجدول بتاعنا وطريقه التقسيمه بتاعتنا. ما ينفعش طالب جديد يدخل على ليفل 2 او يدخل على ليفل 3 او 4، مش علشان الصعوبه والسهوله مره تانية، ولكن لانه هيدخل هيلاقي ان احنا بناخد مثلا في ليفل 2 بنبتدي اول درس، اول حصه بناخد سكيل نمبر 20، بنتعلم درس اسمه سكيل نمبر 20 في الريدنج. طيب سكيل نمبر 20 عظيم، هتفهمه كويس قوي، بس ده نمبر 20. طب سكيلز من 1 لغايه 19 راحوا فين؟ اتعلمناهم في ليفل 1. طب انا هاجي احل معاك في ليفل 2، هحل معاك امتحان، وانا بحل الامتحان تفتكر ان كل الاسئله اللي هنحلها هنستخدم فيها بس سكيل 20 و21 و22 اللي انت اتعلمتهم معايا؟ نو no. هنستخدم سكيل 1 و2 و3 و7 و9 و15، يعني هنستعمل سكيلز القديمه كمان. سو لازم حضرتك تكون حاضر معايا من الاول عشان تكون فاهم الحاجات دي كلها. سؤال تاني، ينفع اخد ريدنج بس او رايتنج بس؟ لا ما ينفعش، ومدرسين كتير جدا بيقعوا في الخطا ده، ان هما بيفصلوا الريدنج والرايتنج عن بعض. يعني تلاقي يقول لك التيتشر ده بيدرس ريدنج بس، التيتشر ده بيدرس رايتنج بس. ده ما ينفعش، لان ببساطه شديده السكيلز والهاكس اللي بنتعلمها في الريدنج بنطبق جزء كبير منها في الرايتنج، والسكيلز والهاكس اللي بنتعلمها في الرايتنج بنطبق جزء كبير منها في
reading. طريقة قراية الباسج في الريدنج بتساعدنا إن إحنا نقرأ الباسج بتاعت الرايتنج. طريقة قراية الباسج في الرايتنج بتساعدنا نقرأ الباسج في الريدنج. الاتنين مرتبطين ببعض وبيخدموا بعض جدا، فما ينفعش إنك تفصل reading عن writing، لازم الاتنين مع بعض. حتى سكور الإنجليش بتاعك في الامتحان هيطلع سكور واحد، reading و writing على بعض، مش كده؟ تمام. طيب عايز تسجل معانا في الكلاس ده، عندنا الحصة الأولى إن شاء الله هتبقى free class. So the first class هيكون a free class إن شاء الله. علشان حضرتك تسجل معايا محتاج إن حضرتك تبعت لنا مسج على جودة اس اي تي، تبعت لنا مسج على الماسنجر جودة اس اي تي، اوكي؟ اند في المسج بليز هتقول لنا الدولة، المدينة، والجريد، الصف الدراسي، اسم الطالب، التفاصيل دي بليز، علشان نقدر نبعت لحضرتك الجروب المظبوط اللي هتدخل فيه اللي هتحضر معانا الحصة الأولى الفري. بعد ما تخلص الحصة الأولى مباشرة إن شاء الله هنبعت لحضراتكم لينك التسجيل والدفع علشان نبدأ على طول مع بعض، والجدول هيكون موجود لما حضراتكم تبعتوا لنا أول مرة، هنبعت لكم الجدول بتاع الكورس إن شاء الله. أشوفكم على خير. I hope إن يعني اختصرت وإني وضحت إلى حد ما الحاجات دي كلها. عندنا حاجات كتير بنعملها زيادة في الجروبس بتاعتنا، يعني عندنا حاجات في الماث بنعملها زيادة، عندنا حاجات في اليو اس هيستوري بنعملها زيادة، في حاجات الولاد بيقروها لوحدهم، في حاجات فيديوز بنشوفها زيادة، في عندنا اكسترا ورك زي ما قلت لكم في اليو اس هيستوري. وي هاف لوتس اوف اذر ثينجز، والفيديوز بتاعتي موجودة على البيج وعلى الجروب وعلى اليوتيوب بشرح فيها الحاجات دي كلها. وان شاء الله وانس ان احنا بس خدنا الحصة الأولى دي هبتدي أقول لحضراتكم لأولياء الأمور وللطلبة كل المميزات بتاعت الكورس بتاعتنا وكل الاوبشنز المختلفة، ان احنا عندنا حاجات كتيرة إضافية غير الكورس الطبيعي بتاعنا بنعملها للطالب وانس انه دخل معانا free of charge completely ان شاء الله. اوكي، سي يو ان كلاس ان شاء الله. شكرا يا حضرات، السلام عليكم.